اسمح لي انت هو الخاسر الاكبر الدنيا ما عايش واسمح لي انت هو الخاسر الاكبر ظلم فيه وتتجبر ربك اقوى وربك اكبر ظلم فيه وتتجبر ربك اقوى وربك اكبر مري الدنيا مالك دار 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 توك المال طوبة وتدفى ناسي ربك ناسي الأكبر ناسي حلاب الحاري الأكبر ناسي حلاب الحاري الأكبر توك المال طوبة وتدفى ناسي ربك ناسي الأكبر ناسي حلاب الحاري الأكبر كارتون ديك اللي ديك عالم ولا انا ما رقات لي دع لا حول ولا قوه الا بالله لا لان ذكر قلت لك طلص مني ضحك قاعد في الشارع انت ما ساكن نقلبكم وانا خارج دوار انا الصحه يا الاولى هي الوحده والله اللي تقول صار والله الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام اللي تقول لي قضيه المحكوم انهارات عقبت الإمام مثلا طرح هذيك القضية كاملة والحق فيها هذيك الدرجة عقب ظهر لأنه كانت عنده أسرة ثانية وذيك الأسرة عقبت بطفيله منها الحمد لله فهمت ولا قال لن تتأنى مدة شوي إلي نتفوت تقريبا لعلم واللي تتنتج رواخر ما يعرف رواش تقريبا فترة بعد من الزمن ما يطوي لحد إيه وتوه وإذا بعطه ترد بعطه نقول لك توه شوف أسمع الله نقول لك ليك ضرق ويلة من عمي أنا لكن ينقال وعمر تشت عمي أنا لكن ينقال وعمر أنا ما يعرفني قسما بالله ما يعرفني لو كان يعرفني ما يجيني بزر العكاس أنا نقول لك الخير عندي زر ما يعرض لقعدي ما يجيني بزر للشر وما يجاني بحق لا إله إلا الله ما يطلصني ولا انا مو قادر متك ونقوم مشاه منه شيء ما يحن بيخل ومنه بيت الغل وسكت قضية يا لكن عدل تمائما يا دنيا فريك ولكن رده ما قطع كين وعد سكت انت نبي 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 عليك الصلاة Yeah.
كان أماراته ويخرج فيه هاشمية صنتيني انا ما عدلتيلي سبه واحده كنت شاكنك همك انك تعدري لي لو لا يقوم حس وضرك قام علي الحس من كل شيء وكيف شي ما اغطى في كرعيك وتبقى تعديلي لا شيء ما وصاله انا طيتك دار مكركبه وبقيتك ودفعت معاك وجريت ذو ما زالي ما هنين قام علي العيال ضرك اللاعب عدلالي تواطي عدليهم لي والله ما ذاك نوتيرات معرمين والعليات مولي معرمين ما ولا انت يا وحدك يا يدي هذا خالقة والله ضرك عدلي تواطي وخلي عنك ذا الواحدة فيه والله ما ذاك مين الموت تواطي وكمالي معك على شنو الأخبار؟ أنا لك كما قلت لك هو جاني دير حولي علي وجهه وكانت معاه مودي جماعة ما هو واحد وأنا خايفة منه ما قد نقول لك هو منه أنت اللي عيط له وقال له شتوت وش تعدلي له بيلا الخوف تقل أنا قاع أخباري ما نعرف قاعش تميت ندخلت في الموضوع خوف هو حد يخاف من مدى ما أنا يعرفه ما شفتهم بعد وجوتهم ما شفتهم أيوة إحنا كنا نبقوك تعاون يا راسل كل ذلك وقعتي جريمة خرمولية جريمة تستر على واحد من مجرمين الخطيرين ما عندنا لين عدلوا لك مسطرتك نظن عدلوها تبعد مكتملة مستوفية للشروط القانونية كاملة وملفك لا يجهز ينحال العدالة ليك الساعة يتواجه مصيرك بنفسك شقايلك وراسك أرسم البسمة وصنع السعادة على وجه مريم وعائلتها ولأن لبنى جزء من دفء العائلة لبنى تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا وإفطارا شهيا سمعي لله نقول لك لا تبغى تجبر الحسين والله تجبر إخبار عنه والله يتم على قيد الحياة لا يتعدى لا نقول لك
ما عاد تعطيني الاخبار؟ ما عندي خبر. ما عندي خبر. اي وراه عندنا احنا؟ شو جماعتك ران كردناها؟ هي الاخبار اللي عندك؟ يديك يصعد زين محفل دين القرب تملى ميت وخرصه. احنا ما تنمى عدوين بيه شيء. ما تلومون حد بسوي لك عنه. لكن نهارات موقوف سولوك ما عندي ما نعرف حد ما لا تمي تو ماشي مسافرني قلت زمت بين واحدين ما ترى شنو ها؟ لا تبقي الحسين تم حي لا تمحيل عندك من وثيقه تثبت صيره غرابته بالطيب. اسمعي لا نقول لك شعلي اللي عندك من التواقط وصوريه ومشيه لي. وذا الرقم لين تعطيه الحد، ذا الرقم لين تعطيه الحد ولا تقول انت لفلك حد، يموت الحسين. لا والله ما انا ما تعرف. هي جاتكم كم من مرة؟ جاتنا مرات وحدات. ايوه. شفت انا ما قد علي حد يسوق علي، انت تقول عنك تعرفني، والله ما تعرفني وجهي ما كنت شفته قاع. سوق علي اخباري منك، حتى الناد من تسمي انا قاع انا اعرفه انت وجهك اول مرة اشوفه. تتسوق علي شي ما عن جل وشي لا تسوق علي ما يا نبي الله علي يا رسول الله ما يا نبي الله علي يا رسول الله محمد ذا وعلي معقول دق دق بدر وحولين وحمود على هذا الملوك هم حتى خيبر الدموع خدامت حمك يوم الحدود ود على الكفر دار ضار يا النبي الله شعلي يا رسول الله شعلي يا النبي الله شعلي يا رسول الله يقدم ولانا من لطفهم يطلب العبد بس ياك ماك حاسس بشي ياك الخير حسيت مع الحادث انا ما علمت بيه ومرمولي ما علمت بيه ما هي بصحة قاع مريضة بسيكينة ولا علمت بيه ما هو اليوم جايتك تسلم عليك جاي مولي لا وصيك على شي شفت احنا العم الشي اللي اغدر بينا كاملين الهم ما بعد وضحنا والله وضحنا انه كان مع الوالدنا كامل وهام انه يوكل تركتنا احنا
وراك يلا مد الدير يديها في يدين بعض نوقفوا مع بعض لا خلوا حد اللي عدلها فينا حقنا انتم سمعتي سمعت وبا ونعرف انك ما جاي باكل يلا انك ليه تسلمني وذاك ما اللي جاي كان انا اعرفه يبقى لي شلال اليوم يلي خليك لي شو كله التمساحة وجهة انا طريقي نعرف ويا ان شاء الله ولا عينك هذا مالك اللي سمعته والجايبك انت اخبر انا فيه ذكرتني لي اليومين انت قايتك سمح لي انت هو الخاسر الاكبر الدنيا ما عايشي واسمح لي انت هو الخاسر الاكبر ظلم فيها وتتجبر ربك اقوى وربك اكبر ظلم فيها وتتجبر ربك اقوى وربك اكبر مرية الدنيا مالك دار 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 توك المال طوبة وتدفع ناسي ربك ناسي الأكبر ناس احباب الحاري الاكبر ناس احباب الحاري الاكبر توك المال طوبة وتدفع ناسي ربك ناسي الاكبر ناس احباب الحاري